على التنظيم هذا والتنظيم كان قريب بالحضور ديال السادة اللي هما جاو من المدن بعيدة شي عندو هاد الندوة هادي، كانت ندوة ناجحة. أنا بداتي استفدت واخا قيدومة وشرفة كحاضي 60 عام الفوق ومع ذلك أنا كنأيد جميع المداخلات اللي عملوها الإخوان وبالأخص كريم، مداخلات كانت قيمة وكلها في المصطفى على الشباب. فعلا خص الشباب خصهم أنهم تكون عناية كبرى لا من الدولة ولا من الحكومة أنهم يعطوهم واحد الاهتمام. ولكذلك كنأيد الفكر ديال أن الخطر لا المرأة ولا الشباب ما خصهاش يكون، لأن هذا حي بالنسبة لهذه الفئة هذه، لأن هي الفئة ديال المستقبل ديال المغرب. والمرأة هي كتعطي طبيعة الحال أي ميدان تحطها كتعطي، والشاب كذلك كيعطي كذلك في جميع المجالات. يعني فيما حطيتي تبارك الله عليه كيكون قدوة، ولكن عدم الاهتمام من هذه الفئة واللي هو على حي أحد اتجاه ديال هذه الفئة خصها شي شوية تراكم. ونتمنى ان هاد الشباب يكون مستقبلهم ان شاء الله ظاهر، وشويه تكون مراعاه لهم في المستقبل ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح لجميع الشباب، لان المستقبل ديال هاد البلاد هو الشباب. وانا كنت صنعت واحد المؤاخذه على كريم، لان كنت قلت بان كيجي ديك الشيء من الامن العام، اللي حنا عندنا واحد التنظيم واحد الديمقراطية في العمل، لأن المجلس الوطني هو القرار النهائي، ما كاين لا أمين عام ولا أي فرد من الحزب أنه يمثل القيم للحزب والديمقراطية للحزب ولا المبادئ.